صباح الخير، لسه صاحي. والواحد ما بيعرفش يتكلم ليه على الصبح كده، مشكلة والله. ما علينا بقى، المهم اللي هيحصل النهاردة ان احنا هنمشي ورا دايت سالي فؤاد. دايت سالي فؤاد هنتكلم اكتر عن الشخصية بعدين. دلوقتي انا ببص اونلاين لقيت حاجة الصبح عصبتني جدا ريجيم الثلاث ايام بقى السحري وقلبت مزاج اهلي على الصبح، فعشان كده قررت ان انا همشي على الدايت ده النهاردة عشان لما اديكوا التقرير عنه يبقى انا فعلا عامله. هي قالت ان احنا نبدأ يومنا بكوباية مية دافية ومعلقة عسل ونقلبها، بس ما تقلبهاش بستينلس ستيل معلقة عشان بتتفاعل في المية. يبقى كوباية واحدة من المية الدافية عليها معلقة صغيرة من العسل الأبيض، نقلب بأي حاجة تانية غير الستانلس أو أي حاجة من البيت عشان بيتفاعل في المية. سالي معلش سامحيني، انا عارف ان دي ستانلس، والله ما عندي غيرها. طبعا هسمي، بسم الله هسمي عشان دي حاجة عندنا في الدين، حاجة سنة، بس مش عشان الكلام الغير علمي اللي انت قلتيه ان هو اسم الله هيتفاعل مع المية فمش عارف ايه. نسمي قبل ما نشرب، نقول بسم الله كده، وايه على المية دايما بتدي طاقة في المية نفسها، وبتدي يعني بتغير من خواص المية. كل المية بتاخد خواص اسم الله لما الواحد يذكر عليها اسم الله. الكلام ده مش منطقي، ودايما لما بنتكلم ناس لازم نتكلم ناس من الاول من وجهة نظر المنطق، لان اكيد في متابعين كتير ليكي مش شرط يكونوا متدينين بالطريقة دي، فلازم لما نكلم الناس نكلم الناس حاجات علمية الا لو دي قناة دينية. انا جاي بدي رأيي الخاص او رأيي الشخصي عن الموضوع ده، عن الدايت، عن الكلام اللي اتقال في الفيديو ده. حاجات كتير جدا هنتكلم فيها في وسط الفيديو. طبعا لينا كوبايتين قهوة زي ما حضرتك قلتي، فهاخد كوباية قهوة دلوقتي واروح اتمرن على الاكل اللي في معدتي من امبارح بالليل، عشان اكيد ده هيبقى فيه طاقة بالنسبة لي اكتر من الاكل اللي حضرتك وصفتيه. هشوفكوا بقى بعد ما ارجع من الجيم. ورجعنا لكم من الجيم. الفطار عبارة عن ايه بقى؟ معانا بيضة او اتنين مسلوقين، عليهم قطعة جبنة قريش او فيتا مقاس ربع كف. ده بس جبنة قريش وبيض مسلوق، وما كانش عندي خيار زي ما هي قالت، فخدت اتنين فلفل صغير كده، ودي الوجبة. والسعرات بتاع الوجبة دي اهي، بنبدأ يومنا كده بسعرات قليلة. طبعا اكيد الهدف من السعرات القليلة ان الواحد يخس، بس احنا النهاردة هنمشي في الدايت ده وهنشوف اذا هو it makes sense والكلام اللي فيه صح وطريقة الاكل دي صح ولا لا. حاجة مهمة لازم اقولها، لازم اعترف، البروتين في الوجبة دي كويس، يعني تقريبا داخلين قريب من 30 جرام، يعني تقريبا 25 جرام بروتين، فدي مش حاجة وحشة للشخص الطبيعي، مش حاجة وحشة. بروتين كافي، الكاربز قليلة جدا طبعا، والدهون كويسة نسبيا في الوجبة دي. ولكن انا بتكلم دلوقتي من وجهة نظر واحد بيتابع فيديو زي ده او دايت زي ده، ان هي سالي مش عارفة انت وضعك ايه، يعني انت ازاي تطلع تفرضه على على شعب كامل ياكل بنفس الطريقه وانتوا ما تعرفوش كل واحد محتاج ايه. العبره باخر اليوم، والعبره باللي هيحصل هنا لما نمشي ورا دايت زي ده. طيب دلوقتي ميعاد وجبه الغداء. الغداء معانا علبه تونه في محلول مائي متصفيه، خلاص. معاها سلطه عباره عن خس، جرجير، فجل، خيار، اللي متاح عندكم. تونه مع جرجير وشويه، لا مش جرجير، مع سبانخ وشويه خس. وجبه تعصب اي حد. الساعه دلوقتي واحده، انا جعان جدا. الوجبه دي السعرات الحراريه اللي فيها بالميت 100 سعر حراري، حطيت شويه ليمون وشويه بينك هيمالاين سولت عليها عشان يبقى فيه طعم، ما يبقاش الموضوع ناشف قوي. طبعا التونه بتبقى خاليه من اي زيوت، بيبقى بس في الميه. البروتين قليل جدا طبعا بالنسبه للوجبه دي، 20 جرام بروتين، ولكن بالنسبه لشخص عادي مش بيحاول ان هو يبني عضل، مش بطال، كاربز قليله جدا، دهونه قليله جدا. لو جينا بصينا على الكالوريز بتاع الوجبه دي اهي، والسعرات الحراريه بتاع اليوم كله لغايه دلوقتي 300 سعر حراري بس، وفضل وجبه كمان، فمش عارف اعمل ايه في نفسي. يعني اكيد بعد ما يخلص الفيديو ده هطلب بيتزا اكيد، يعني وش. لسه بكتشف ان الفلفل ممنوع. انا اتفرجت على فيديو تاني من فيديوهاتها عشان الفلفل فيه سكر وعشان الطماطم فيها سكر. انا
شايله الحاجات اللي فيها سكريات، الطماطم فيها سكريات، الفلفل الاحمر فيه سكريات، الجزر فيه سكريات، انا مش عايز دلوقتي حاجات فيها سكريات، والبصل فيه سكريات. صراحه مش عارف اقول لك ايه، وانا ما اعرفش اذا انت يا سالي دايتيشن ولا بتاخدي معلومات من دكتور معين عشان يقول لك الحاجات دي ان الدايت ما تحطش فيه سكر. طب ممكن تقول لنا ليه مش بناخد حاجه فيها يعني سكر لو انت بتقولي ان هي سكر؟ على فكره الطماطم تعتبر فاكهه مش خضار لعلمك يعني، فهيبقى فيها فركتوز. المهم ممكن يبقى فيها سكر طبعا، لان ده الجلوكوز، سكر هو جلوكوز يعني اي فورم اوف كربوهيدرات هيبقى فيه السكر. ليه ما ناخدش السكر؟ بيعمل ايه؟ ممكن تشرح لنا بيعمل ايه؟ حاجه كمان افتكرتها ان هي قالت ما ناخدش اكتر من كوبايتين ميه قهوه، سوري كوبايتين قهوه في اليوم، عشان بيزود الحموضه في الجسم، ولو انت الحموضه عندك زادت يبقى انت الحرق عندك هيقل وكلام غريب من كده. يعني في ناس الاقيهم طول اليوم عشان يسدوا نفسهم يقعدوا يشربوا في قهوه في قهوه في قهوه في قهوه وفي شاي، لا اكتر من كوبايتين في اليوم بكافيين بيخلي البي اتش في الجسم البيت الحمضي والقلوي بيتغير، فالحمض بيعلى معانا، فلما الحمض بيعلى معانا بيعمل ايه؟ عرقله حرق. بس يا ريت يا سالي لو سمحت لما تخشي حتى اونلاين تجيب المعلومات بتاعتك او الدكتور اللي بيديك المعلومات دي، يا ريت يقول للناس ان الحموضه والقلويه بتاع الجسم الدم ما بتتغيرش، في البق، في البق مثلا ممكن يتغير، في اليورين اللي هو البول ممكن يتغير، ولكن القلويه والحموضه بتاع الجسم تفضل زي ما هي، لانها لو اتغيرت اي درجه بسيطه احنا في الباي باي. تمام، نخلي بس الكلام كده واضح وصريح ونعلم الناس الصح، مش بنقول اي كلام وخلاص. ولكن انا يعني انا معجب بان انت عاوزه تساعدي الناس يغيروا من نفسهم، بس في طرق صحيحه تانيه ممكن نعمل بيها الموضوع ده، وفي حاجات تانيه ممكن نقولها تبقى صح ونوعي الناس بطريقه صح. ليه نخلي الناس تيجي دلوقتي ونقوم حرمينهم من كل اكل؟ طب ليه حضرتك مثلا في الفيديو ده ما قلتيش ان الناس ممكن تتمرن زياده في الثلاث ايام دي عشان تحرق زياده، بدل ما هي تقلل الاكل بطريقه مش صحيه كده، وبتسيبي جزء التمرين ده بره خالص عن الفيديو، فبالتالي الناس فاكره ان كل حاجه ممكن يعملوها ليها علاقه بالاكل بس. وربنا يستر. اشوفكم على ميعاد وجبه العشاء. وجبه العشاء باكلها على الساعه 4:30 لاني ما عادش قادر. احنا هنا بنتعشى بدري في امريكا. يوم مهبب، يوم مهبب يا جدعان. السعرات الحراريه بتاع اليوم اهي، الزبادي ده 90 سعر حراري، وخلي بالكم طبعا لو فات ولكن البروتين فيه عالي، فاغلب الزبادي التاني مش هيبقى بنفس كميه البروتين. اولا لاي حد رياضي بيبني عضل الدايت ده مش هينفعك وش، واي حد رياضي المفروض ما يبقاش محتاج ان هو ينزل الدهون دي، لانك انت لو محتاج للدرجات دي خلاص مش قادر، مش لاقي حاجه تانية تعملها غير انك تعمل الدايت السحري بتاع الثلاث ايام ده بتاع سالي فؤاد، يبقى انت وضعك صعب او وضعكم صعب او انتوا ناس مش عارفين ازاي تخسوا. صراحه انا اتقفلت من الفيديو بتاعها لاسباب كتير، وكاتب لسته الصراحه، وعاوز اخش كده اعدي عليها ونخش ايه واحده واحده في الموضوع بتاعنا ونحلل الكلام ده. انا هنا عشان اساعدكم مش عشان اتهم حد باي حاجه، مش عشان ارخم على اي حد ولا اقول لاي حد بيفهم او ما بيفهمش، انا بقول رايي. لو انت مش مقتنع، انا برضو في الاول وفي الاخر مش دكتور، بس انا بتكلم من وجهه نظر اكسبيرينس، من وجهه نظر ان انا دربت ناس كتير، من وجهه نظر ان انا دربت نفسي ودخلت بطولتين وكسبت الاخيره كلها في امريكا هنا في هوليوود ناتشرال طبيعي من غير اي حاجه. المهم قصة بسم الله على المية، طبعا انا اتمنى ان القصة دي تكون حقيقية وان هي بتغير محتوى المية، وشفت كده بسرعة لقيت ان في ريسيرش معمول من واحد ياباني، ولكن لو حد عنده فعلا دليل 100% ريت تكتبولي تحت في الكومنت، انا مش هبقى زعلان لو الكلام ده حقيقي. ولكن احنا بنكلم ناس دلوقتي عن ان هم يخسوا، ايش دخل الموضوع ان احنا نسمي على المية بالموضوع ده؟ يعني هل المية هي اللي هتخلينا نخس؟ دي اول نقطة. تاني نقطة، مفيش طماطم مفيش فلفل، ما ليه؟ عشان ما فيهوش سكر. طيب السكر اللي فيه كام؟ اوكي، وهل السكر اللي فيه ده هيأذيني؟ طيب السكر، طب ما في برضو كاربز بتبقى موجوده في الخضار التانية، في الخس وفي الجرجير والحاجات التانية اللي انت قلت عليها، والتمر، التمر فيه سكر. ليه؟ ايه الفرق بين التمر والطماطم؟ ممكن تشرحي لي حضرتك تقول لواحد هبطان ياخد تمر؟ طيب هل لما الواحد يهبط ده واخد التمره دي، طب ما دي فيها سكر، حسيتوا في الثلاث ايام دول بانكم لا مهبطين في لحظه كده مهبطين قوي؟
تمرايه. ما تختاري بقى يا سكر يا ما فيش سكر، ولا انت مش عارفه حضرتك ايه اللي فيه سكر وايه اللي ما فيهوش سكر. بعد كده الحليب، بتقولي للناس ياخدوا بس 3 ارباع كوبايه حليب. ليه؟ هو الموضوع مش بالثلاث ارباع، هي بالسعرات الحراريه. فتعرفي الناس السعرات الحراريه في كوبايه الحليب كام وهم يقرروا. اللي بعده ان كتر القهوه بيزود القلويه في الجسم. تاني انا اتكلمت على ده ولكن هتكلم عليه تاني، القلويه بتاع الدم ما بتتغيرش مهما اي حد عمل، ولو اتغيرت فاحنا في خطر ولازم نروح المستشفى، لان اكيد عندنا امراض هي اللي بتتحكم في الموضوع ده. حاجه تانية ان الليمون بيزود الحرق. الكلام ده غلط، الليمون ملوش اي علاقه بالحرق، ممكن يساعد في الهضم، ولكن مهما اي حد قال مفيش حاجه بتتاخد تساعد على الحرق غير ان انت تحرق بنفسك. احرق بنفسك، جسمك بيحرق سعرات خلاص، مش هيحرق سعرات انتهينا. مفيش لا مشروب ولا باودر ولا اي حاجه غير بقى اللي هياخد منشطات. القهوه بتساعد على الحرق، بمعنى ايه؟ ان انت بتحس ان انت خلاص فيك طاقه فبتتحرك اكتر فبتحرق اكتر. اما القهوه نفسها مش هي اللي تحرق، حتى المنشطات نفسها مش هي اللي تحرق لك، هي بتديك قدره زياده ان انت تحرق اكتر، بتعلي الحراره في الجسم وهكذا. وحضرتك قلتي ان السمك بيحرق سعرات اكتر وبيخلينا نخس، بيخلي الجسم يحرق بزياده عشان احنا مدخلين اسماك. انا مأكده ان انا مش مدخله لحمه بيضه ولا لحمه حمراء عشان انا عايزه اسماك، الاسماك بتشغل الحرق جامد جدا. دي بقى معلش دي انا ضربت نفسي قلمين عشان اتاكد اذا انا فعلا سمعت ده صح في الفيديو ولا لا. لو سمعته غلط او انتوا بتتفرجوا على سالي يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنت. السمك بيخسس. طب نروح نعيش في البحر بقى ونقضيها سمك، ناكل لنا بتاع 5-7 آلاف سعر حراري سمك عشان نخس. كلام غير منطقي خالص. ايه كمان؟ وحضرتك بنتي بتحطي حاجه زي دي اونلاين هتخلي الناس كلها اصلا. انا عارف ان انت عندك برنامج تاني او حاجه تانية اللي هي 7 خطوات ما دققتش فيها، لاني اكيد عارف ان هي مش هتبقى حاجه زي دي. ولكن حاجه زي دي لما انت تحطيها على الانترنت وبتوري الناس ان الناس هتخس، الناس هتسيب كل حاجه وهتمشي ورا دي، وهيبقى بدل ما هتبقى 3 ايام هتبقى بتتعمل بالاسبوع و2 و3. وحضرتك عارفه دي ممكن تعمل مشاكل كبيره جدا للناس دي، اللي هو يقعد يمنع نفسه من الاكل ويبقى خايف ان هو ياكل بس عشان عاوز اخس 20 كيلو في يوم او 30 كيلو في يوم كده. دي فكره الناس، انا لو جبت ال 30 كيلو دول في اسبوع يبقى انا تمام 100 100. طيب وبعد الاسبوع اللي بيحصل؟ هتيلي كده حد من الناس اللي انت عارفاهم اللي عملوا ال 3 ايام دول خسوهم وطلعوهم في قد ايه. انا اعرف ناس شخصيا عملوا الحاجه دي وزادوا على طول. ليه؟ لان معظم الوقت اصلا اللي بنخسه الحاجات اللي بنخسها في اول 2-3 ده بيبقى ميه، لان احنا بنقلل كميه الكاربز، وعارفين ان احنا الكاربز بياخد تقريبا 2.5 جرام ميه، يعني كل جرام كربوهيدرات بياخد 2.5 جرام ميه، واحنا الاكل بتاعنا كله بيبقى كربوهيدرات. فلما يبقى الكربوهيدرات عالي يبقى جسمك هيحوش ميه اعلى. فهل انا بنصح بدايت زي ده؟ لا لا لا. ممكن انصح بواحد يعمل مثلا لو عاوز يشيل الميه من جسمه يعمل كيتو دايت عشان مش هيبقى فيه كاربز فالميه هتنزل، ولكن لسه هتاخد البروتين والدهون بتاعتك. لازم السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها عشان يعرف يكمل، جسمك يعرف يشتغل، تعرف تعمل حاجات اللي بتعملها في يومك. ليه ما بنروحش نتمرن؟ ليه بندور على ان احنا نحد من الاكل بالطريقه دي؟ ليه ما نتمرنش نبذل مجهود يحسن من صحتنا، من القلب، من المناعه، من كل حاجه؟ ليه بس عاوزين نقعد في البيت ونقفل بقنا ما ناكلش مثلا معلقتين زياده عشان مش عاوزين ننزل نجري؟ ننزل نجري، نتمرن، نبقى عندنا لايف ستايل، حياه صحيه، اما مش عشا زبادي وعليه قطرتين ليمون ونقول للناس كل شويه نعمل دايت زي ده. دايت زي ده مشكلته ان هو هيخلي الناس هتتهوس وتتهبل بان هي عاوزه تخس وبس. فهمتوا ليه انا زعلان من الفيديو ده؟ لان ده هيخلي ناس كتير، وانا شفت في الكومنتس كتير عندك اسالي، ان الناس كلها عاوزه تخس بارقام خياليه. حاجات كتير من اللي انت بتقوليها بتوري ان حضرتك مش واعيه جدا في الكلام اللي انت بتقوليه، ودي مصيبه اكبر. يا ريت تكوني ان انت ده، طبعا الفيديو ده من 3 سنين، يا ريت تكوني اتعلمتي في الفتره دي. وانا مش بيرفكت طبعا، يا ريت، انا بتعلم كل يوم، بس اللي بقوله ببقى عارف انا بقول ايه وليه. انا تاني مش جاي هنا اجرح في حد ولا اقول اي حاجه، انا لقيت كلام غلط وجاي بعقب عليه. ويا سيدي لو انا اللي غلط او يا ستي انا اللي غلط، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنت، تواصلوا معايا على الانستجرام، ابعتوا لي ايميل، قولوا لي اي حاجه، فهموني غلطي فين. يبقى كده احنا كلنا اتعلمنا. اما لو حضرتك الغلط فبتمنى ان انت حضرتك تطلعي توضحي اكتر عن الحاجات دي، وان ما وضحتيش فانا عملت كده خلاص. ما بنصحش اي حد يعمل دايت زي ده، او ان انت تروح بمنتاليتي ان انا هروح اعك 3 ايام او اجازه هعك فيها في الاكل
وبعدها هعمل الدايت السحري ده او ان انا هصوم لمده 3 ايام، دي مش فكره صح. ما ليه ما نعملش بالانس؟ ليه الايام اللي تروح تاكل فيها زياده نتمرن فيها زياده شويه، وبعد كده نقلل الاكل بتاعنا شويه في الايام اللي جايه، ونعلي التمرين شويه، يبقى علينا الحرق، يبقى حسنا من صحتنا، يبقى ما عملناش حاجه زي دي في اليوم بتاعنا. المهم انا كده خلصت اللي عندي. لو عجبكم الفيديو ده تاني اعدوا له ثامز اب، واللي عاوز تفاصيل عن الاونلاين كوتشنج www.anis.fit. لو في فيديوهات تانية عاوزين نعملها اكتبوا لي تحت في الكومنتس. شكرا ليكم، شيروا الفيديو ده واشوفكم في فيديو تاني.